الاقتصادية والوضعية ثاني تاع المستهلك بكل صراحة. يعني الناس كثيرة خايفين يقول لك راح يزيدوا لنا في سعر الكهرباء، لا ما في حتى مشروع لزيادة وتصحيح فيما يخص الزبون العادي، يعني المواطن العادي اللي هو موظف ولا عامل في أي هذاك وساكن في ظروف يعني ماشي ما تخليهش ما تسمحلوش ما عندوش الإمكانيات باش يخلص السعر اللي هو المفروض يكون هذاك هو. إذن ما فيش مشكل، ولكن تكون فيه تصحيح فيما يخص بعض المستهلكين اللي عندهم فايدة كبيرة قليلة جدا أقل من السنوات اللي فاتوا. لأن لا ما ننساش باللي مثلا الشتاء اللي فات كانت يعني درجة الحرارة لاباس بها، يعني مش كما الشتاء اللي فات ولا اللي قبله. إذا الاستهلاك كان معقول، الاستهلاك كان معقول، نسبة الإنتاج نتاع الكهرباء يعني لاباس بها، لأن عندنا احنا نسبة الإنتاج 17,000 ميجاوات حاليا يعني كافية.